ان الحكومة تحتاج او تبي عملية موازنة لربما حتى توافق على 25 دينار بس في موازنة اخرى، لان هناك في دعم حكومي لكثير من الامور كمشتقات بترولية وما شابه ذلك والديزل ما الديزل وايضا الدعم الكهرباء والماء للسكن الاستثماري وللمنشآت الاستثمارية. هذه كلها الحكومة تقول لك خلنا نعمل موازنة ومن ثم نتفق على أمر يتدخل في أعباء تكلف المال العام أو تكلف ميزانية الدولة. يعني هذا مفروض تكون هذه الأمور، يعني ما تطلب مني أنا كمجلس أمة، أنا طالبتك يا حكومة في علاوة الأطفال، أنت مفروض عندك بدائل حاضرة تقدمينها لي. مو عيب ترى، على فكرة مو عيب، هذا فن السياسة وهذه السياسة فن الممكن وهذا هو التعامل السياسي، عطني وأعطيك، نزل لي وصعد لك، صعد لي ونزل لك، هذا واقع ترى. لا حد يوهم الآخر أنه والله السياسة لا طق وصراخ وترفس لا لا مو صحيح. هذا السياسة، هذا السياسة شد وجد، عطني وأعطيك، مشي لي هذه ومشي لك هذه، هذا واقع. طيب وين الأمور، وين المشاريع الحاضرة عندك؟ هل انت مجهزه مشاريعك؟ انت تعلمين ان احنا من اشهر ومن دور من المجلس المطلق الثاني موضوع علاقه الاطفال كان مطروح ومتوقعته انه يطرح، فمفروض يكون بدائلك حاضره. اذا يعني بحكم ان انا ابي اعمل موازنه، انا ابي ادفع لي 100 او 150 مليون سنويا هني، ابي اخفض مثلا 100 150 مليون في الجانب الاخر. طيب ما عندنا مانع اذا في شيء مدروس وعواد. احنا انا معه، انا مش صحيح اني انا نائب مع الشعب وايضا مع حفاظ على وضع البلد، هذا المعادله يجب ان احافظ عليها كل نائب. نعم مش انه يعني انا مع الشعب وادمر البلد، لا، ولكن ايضا الشعب محتاج. بعدين في جانب اخر ومهم جدا، هي علاوه الاطفال ما هي مساله والله زيادة الرفاهية للشعب الكويتي وزيادة رواتب وزيادة أجور وإغراء، يعني لا لا لا،